تحتفي دولتنا بيوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من شهر أغسطس، حيث يزخر تاريخنا بمواقف إنسانية مشرفة في مساندة دول العالم من خلال العديد من مبادرات الإنسانية والإغاثية عربيا وعالميا. ومد يد العون لكل من يحتاج المساندة دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية. وتعد دولتنا من أوائل الدول التي تمد يد العون والتعاون للعالم في وقت الأزمات، وخير مثال على ذلك موقفها المشرف وقت جائحة كوفيد-19 بإطلاقها العديد من مبادرات والمساعدات الطبية للعالم، شملت اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس ل 140 دولة، إضافة إلى نقل أكثر من 1.3 مليار جرعة لقاح إلى البلدان المحتاجة في زمن قياسي.